ناخد الدكتور احمد شيرين فوزي، عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس لجنه المئويه. دكتور احمد، ازي حضرتك؟ تمام، ازي حضرتك؟ ازي كريم؟ ازي صحتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. كان في انتقاد لموضوع المؤتمر الصحفي اللي هو ما تمش بشكل كويس، ويمكن احنا كمان هنا انتقدنا الموضوع، وبرضه عايز اعرف راي حضرتك، يعني ليه الامور تمت بالشكل ده؟ اللي هو مش انتقاد، هو اللي حصل ان حصل بعض شد وجذب من فنان سامي العدل، على اساس ان هو راجل زملكاوي وغيور، فكان بيسال على بعض النقاط بالنسبه للتواريخ المؤكده للمباراه الكبرى والحفله الكبرى. احنا كنا قلنا ده خلال الاسبوع، واخد بالك، وده في اخر اسبوع في الشهر، فهو كان تعرف يعني بيقول لك لا، انا مش بتكلم على الفنان سامي العدل، يعني الفنان سامي العدل طبعا انا شفت اللقطات وكان في اعتراض. طيب يعني برضك انت بتقول لي ارجع، لكن هو دلوقتي انا بتكلم، انا حتى انا ككريم هنا ما كانش عاجبني الوضع في المؤتمر الصحفي، يعني ممكن نتناقش مع حضرتك كده في الموضوع، ولو عندك حضرتك عندك ردود ممكن برضه نتناقش في القصه دي. مفيش مشكله، يعني انا بقول لحضرتك يعني المؤتمر بدا 8 ل 10 وانتهى 9 وربع. اتكلمنا على بنود البرنامج المئوية بالتفصيل. دخلت بناء على طلب الراعي، واخد بالك، اللي هو دار المعارف ومجله اكتوبر، ان احنا نقول عرض تاريخي لنادي الزمالك، الكلام ده انا جهزته، وان انا مجهز هذا الموضوع، كان انت ما عندكش فكره، ما جالكش، عايز ابعتك يا كريم بتاع ده وثيقه نادي الزمالك والموسوعه بتاع تاريخ كره القدم. الكلام ده انا عملته، خد مني 30 سنه تجميع صور، وخد مني حوالي 5 سنين اعدادي. برضه انا عارف اكمل كلام الدكتور. دكتور شيرين، حضرتك قلت الكلام ده قبل كده، انا عارف يعني الكلام ده. انا عرفت التاريخ، طب ما هو ده المطلوب، عرفت التاريخ نادي الزمالك. لا المؤتمر، لا يعني عايز اعرف، انا هقول لك، اديني فرصه طبعا عشان اقول لك الانتقادات وحضرتك ترد. اتفضل. يعني الانتقاد الاول، واللي المفروض حاجه تليق بنادي الزمالك كمؤتمر صحفي، لازم يتعمل في قاعه محترمه، في قاعه فندق محترمه، تكون في شركه منظمه الموضوع ده. في مثلا سكيورتي، في ناس حاضره من رموز نادي الزمالك في كل الالعاب، ده مؤتمر صحفي. تمام. ماشي؟ حضرتك شفت منظر الفاير ووركس والالعاب الناريه؟ انا شفت منظر الجنينه والخيمه بتاعت المؤتمر والاولاد اللي كانت بتجري والداخله والخارجه؟ انا لحضرتك بص بقى، الاول الخيمه دي عملها الراعي، خيمه من اجمل ما يكون، وكل الناس اثنوا عليها. وبعدين عشان نعمل احنا المؤتمر بره النادي، اعتقد يعني شكلها ما كانش مرغوب فيه، ما كان ممكن يعملوه في اي فندق بره. ليه مش مرغوب فيه؟ ليه مش مرغوب فيه؟ ليه ما تعملش في النادي نفسه، موقع النادي نفسه؟ لا مش مناسب في الشتاء وفي البرد وفي الهواء الطلق كده، ما ينفعش. الشتاء ايه؟ اذا كانت الخيمه مغلقه وكان الجو فيها بمنتهى الجمال. يا دكتور شيرين، دكتور شيرين، دي مئويه الزمالك يا دكتور شيرين، لازم تتعمل في افخم حته، ولازم تبقى احسن الامكانيات. مين اللي قال ان لازم تتعمل في فندق؟ مين اللي قال؟ هي طبيعي كده في اي حته، اي حته بيعملوا حفله. لا الحفله هتتعمل مثلا، يعملوا مؤتمر صحفي. اسمعني، الحفله معلش، تكريم الرموز اللي هتعمل في 10 فبراير. يا دكتور احمد، انتوا كنتوا عارفين تتكلموا، اعضاء مجلس اداره الزمالك مش عارفين يتكلموا بصوت الناس. ما احنا شفنا المؤتمر. لا انا بالنسبه للكلام، انا ما شعرتش باي ضيق ولا اي قصور في الكلام خالص. طب انت كنت مبسوط من شكل المؤتمر؟ انا اذا كانش حصل بعد التداخل، كان المؤتمر كان بقى سيبك من التداخل، انا بتكلم على شكل، حتى يعني هي دي الالعاب الناريه والشكل الاحتفالي. يا بيه، الالعاب الناريه اختصرت مراعاه لشعور الاخوه المسيحيين. ده كان برنامج ساعه اتعمل ان هو بدون صوت، واتعمل فقره واحده عشان مراعاه للاخوه المسيحيين، وعملنا يقطات ليهم. يعني انت برضه دكتور شيرين، انت بتتكلم في نقطه ثانيه، انا بتكلم على الشكل، هي دي الفخامه اللي الزمالك يعمل مؤتمر صحفي. بتتكلم على المئوية؟ الالعاب الناريه كنت هتتلغي خالص، كنا قلنا هتتلغي خالص، فالراعي قال هنعمل حاجه مبسطه وبدون صوت عشان تدخل المسيحيين، اللي كان في ظروف غير عاديه اللي حصلت. المأساة اللي حصلت دي، فلازم راعي ياخد المسيحيين. طب ما انتوا عملتوها في الاخر، ما انتوا عملتوا الالعاب الناريه. عملنا حاجه على القصور بس، مؤتمر صحفي بس، لكن دي فقره اتعملت من غير صوت، وفقره خدت ربع ساعه. واخد بال حضرتك؟ دي كانت المفترض فيها تقعد ساعة، فلازم نراعي شعورهم احنا كمان. وبعدين بالنسبة للمؤتمر، المؤتمر اتعمل على، إذا كان حصل بعض الشد والجذب بعض الأشخاص والكلام ده، أنت بتقول أنا مش بتكلم على الشد والجذب، برضه الشد والجذب ده عادي، ممكن يحصل في فندق. اتعمل بالنادي ما هو اتشرح بالتفصيل، وتاريخ نادي الزمالك اتشرح بالتفصيل، واخد بال حضرتك؟ ايه المطلوب اكتر من كده؟ الناس بتقول لا، واي حد حاجات كتير. لا المطلوب، لو انت بقى بتعمل مؤتمر صحفي، المطلوب ان انت تحدد الماتش ده، الفقره الرئيسيه او الماتش الرئيسي في المئويه هيبقى يوم كذا، مع الطرف اللي هيلعب. حضرتك قلت يا اما في المانيا، يا اما اسبانيا، اما انجلترا، يا اما ما لناش المانيا احنا قلنا ريال مدريد او مانشستر يونايتد. انت قلت 15 نادي.
انت عديتهم 15؟ مش 15 15 يعني يا دكتور شيرين، يعني ايه ما تمسكش في الكلمه، لكن انت عديت حاجات كتير. لازم تحدد الطرف اللي هيلعب مع الزمالك. زي ما الاهلي كده، الاهلي كده قال انا هلعب مع برشلونه يوم كذا في استاد القاهره الساعه كذا، والجماهير والاحتفال وهيبقى كذا. الاهلي كان ثانيه واحده، الاهلي كان كابتن حسن الزكاوي قال لك بداوا يتفقوا قبلها بسنتين، احنا بقى لنا ثلاث اشهر. واخبر حضرتك؟ طب يعني بدأوا التعاقد. طب ما انت حضرتك التعاقد ده قبل كده ايه؟ احنا اولا عشان عندك فكره في مفاجاه انه هيكون الاسبوع الجاي او اللي بعده. احنا دلوقتي بنقول لك المباراه هتكون في فتره 10 ايام هتحدد، عشان هم الفرق اللي احنا بنتفق معاها بيلعبوا بطوله اوروبا، نحددها ازاي؟ ممكن يكمل في البطوله، ممكن يطلع. نحدد اليوم على اساس ايه؟ هم عاطينا مارجن نتكلم فيه. وهي مزاجنا؟ طب ما كان في مباراه روسيا ولا كان هلعبها في 6؟ طب انا عايز اتكلم بقى في مباراه روسيا. كويس اللي حضرتك فتحت الموضوع. مباراه روسيا دلوقتي قلتوا ان الكابتن حسن شحاته مش راضي يسيب اللعيبه عشان كده هنلغي الماتش. طب انتوا عارفين اللي فيه معسكر منتخب مصر في الوقت ده. طب اكلمك اللي هو علاء مرد وكده، كنت حاسس اكلمك انت شخصيا. كلمني انا شخصيا فعلا. طب مش كلمك اللي هو علاء مرد. كلمني وقال لي لعيبه الزمالك احنا كنا هنلعب. اديني فرصه يا استاذ شريف. طب هرد عليك بقى؟ مش هرد. اتفضل. احنا كنا هنلعب من غير ده اللعيبه الدوليين. الفرقه اللي جايه روبن كازان دي خدت الدوري 3 سنين اللي فاتت وغلبت برشلونه السنه اللي فاتت في اسبانيا. فالمجلس امبارح مقتنع خايفين احنا نبدا مباراه بتاع ده نتغلب بهيد سكور. فقال لك فاعترضوا على هذا الموضوع، قال لك ما فيش داعي منها، ممكن الجمهور ما يجيش. انتوا مش عارفين. انا كملت لسه كريم شيرين. شيرين انتوا مش عارفين ان في ماتش المنتخب مصر يوم 9 فبراير مع امريكا وفي معسكر؟ عارفين. طيب عملتوا الماتش في التوقيت ده ليه؟ من يوم 4 اشهر عاملينه وكنا عارفين. ده احنا متفقين على اساس ان عطينا 4 ايام نلعب فيهم. فقلنا بعد المباراه يوم 4 مع بتروجيت نلعب يوم 5 او 6 وكان الكابتن حسن شحاته هيتفق لنا، وكنا الكابتن حسن كنا عارفين هيوقع شيكابالا. كل الكلام ده مش علاقه بشيكابالا، هي ليها علاقه باللعيبه الدوليين. امال ايه؟ ما احنا كنا عايزين ابدا تلعب معانا. ما هو ماتش الكلام ده 14 ماتش امريكا او ماتش الاجنده الدوليه يوم 9 فبراير ده متحدد من سنه. مش تمام. مش احنا قلنا او من 4 شهور. احنا قلنا نلعب 5 او 6 قبليه باربع ايام. طيب ما في معسكر لمنتخب مصر هتلعب. طب لو اول يوم المعسكر طلع بس اللاعبين الدوليين يلعبوا معانا او 2 3 يلعبوا، ايه المشكله؟ لا دي مش مشكله بالنسبه لك، بس مشكله بالنسبه لمنتخب مصر. ما عشان كده احنا عشان منتخب مصر عشان منتخب مصر والفرقه اللي هي محدده للفتره، مش احنا محددين. هم دي الفرقه دي راحت تعمل معسكر في تركيا واخبار حضرتك جايه من تركيا، قالت احنا قدامنا 4 ايام ممكن نقعدهم في القاهره. تمام. واخبار هم مش احنا اللي بنحدد، هم المحددين. الاربع ايام دول طلعوا بالظبط الاربع ايام اللي هو اللي هو الكابتن حسن شحاته هياخد اللعيبه في المعسكر. نعمل ايه؟ نلعب الاسباب؟ لغيتوا الماتش. اعتذرنا. تمام. هم دلوقتي قال لك طب ما تخلوها بعد كده، قلنا لا. طيب. بعدين ممكن اسال حضرتك سؤال يا دكتور شيرين؟ اتفضل يا باشا. ايه الحاجه الثابته في مقاويه نادي الزمالك اللي انتوا حددتوها خلاص دلوقتي؟ او انتوا عارفين ميعادها والطرف اللي هيلعب مع نادي الزمالك؟ البطولات كلها المعموله، الحفله الكبرى، الحفله تكريم الرموز 10 فبراير، والمباراه الكبرى هتبقى في الاسبوع الاخير من مايو أو اليوم الاول او الثاني من يونيو، لسه دي حسب بطوله اوروبا. كل دي حاجات ثابته. هو هنعمل ايه؟ دي الحاجات قبل كده كانت اساسيه. حاجات اساسيه. الحفله تكريم الرموز يوم 10، الحفله الكبرى في مال، المباراه الكبرى في الاسبوع الاخير من مايو، وبطولات كلها محدده لمقدمه. طيب الاسبوع الاخير من مايو مع مين؟ ايه بقى التواريخ؟ ايه بقى التواريخ عشان الناس ما تتدعيش؟ الاسبوع الاخير ايه التواريخ اللي تكون محدده ما قلناهاش؟ انت بتقول المباراه الرئيسيه في الاسبوع الاخير من مايو. ايوه. مع مين؟ ما بقول لحضرتك مع ريال مدريد او مانشستر يونايتد. هم الاكثر. اتفقت معاهم؟ امال بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لا ما انت ما قلتش عملت مؤتمر صحفي. استنى لما تتفق وبعدين اعمل مؤتمر صحفي. عشان تحدد. ما هو اتفق معاهم ازاي؟ اذا كنا لحد دلوقتي احنا مش عارفين اسبوع او اسبوعين بيلعبوا في اوروبا، عايزين نعرف مين. يعني دلوقتي وبعدين دول 3 وكالات شغاله معاهم. مش هذكر 3 وكالات. اللي هو اللي هيتفق اتفاق نهائي معاهم في خلال الفتره الجايه دي اسبوعين ثلاثه هنعمل دوري ابطال اوروبا. على فكره بيخلص في اول مايو او في اخر ابريل. انت بتتكلم واحنا بنحدد. احنا بنتكلم مع الناس اللي هي الوكاله بتتفق معاهم. انت اللي بتحدد يا دكتور شيري. على فكره انا احدد ايه؟ ده انت تحدد مع حاجه تتناسب مع النادي. انا قصدي ايه؟ اللي انت ما كنتش عملت مؤتمر صحفي غير لما تحدد ميعاد نهائي تقول يا جماعه ليه. اما انت ما قلتش حاجه في المؤتمر. ايه المشكله؟ انا ما استفدتش من المؤتمر الصحفي بتاع نادي الزمالك. بالعكس المؤتمر الصحفي ده يا كابتن كريم. أيوة. انت ما استفدتش علشان ما عرفتش المباراه في يوم محدد خلال 10 مش المباراه بس، كل حاجه. حتى الشكل اللي قاعد بيه. ايه الكل انت بتتكلم عليه؟ ايه الكل بتتكلم عليه؟ ما هو كل الناس اتكلمت فيها يا دكتور شيرين. انا مش بتكلم عليك انت. ايه الكل انت اللي انت
اللي حصل لك قلق على الحق. بقول لك الحفله الكبرى متحدده، الحفله تكريم الروس متحدده. الحفله امتى يا دكتور شريف؟ الحفله في شهر مارس. دي يوم ايه؟ في الاسبوع الاخير من مارس. مين اللي هيحييه؟ مين اللي هيحييه؟ الاستاذ هاني شاكر، وعدنا انه جاي وهو جاي وعدنا. ان شاء الله ما فيش اخبار حضرتك. والاستاذ محمد منير اذا كان ربنا يشفيه، اذا كان واعد انه جاي وكلمناه وعدنا. طيب هتتعمل فين؟ يعني دلوقتي الاستاذ محمد منير وعد والاستاذ هاني شاكر وعد، هتتعمل فين؟ هتتعمل قاعه المؤتمرات. طيب حاجه كويسه. وحفله تكريم الروبوت هتتعمل في الاوبرا. حاجه كويسه. وانت بقى حاجه كويسه عندك فكره يعني. طيب ده نادي على فكره. انا عايز النادي الزمالك يبقى احسن حاجه بيعمل مقاويته بشكل كويس. يعني انا متربي في نادي الزمالك، احنا في الاعلام محايدين وكل حاجه، بس الواحد عايز مقاويت الزمالك تظهر باظهر باحسن طب حاجة. طب احنا بنتكلم دلوقتي طب انت ما تقدرش تصبر اما تشوف بقى التنفيذ هيتم ولا لا؟ تعالى حاسبنا. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ايه؟ بص يعني انا مختلف بس مع حضرتك في حاجه واحده يا دكتور شريف. عارف انا بحترم حضرتك قد ايه؟ اتفضل. انا مختلف في نقطه، ان لو ادام انا ما عملتش اتفاقات نهائيه ما كنتش عملت مؤتمر صحفي. استنى لما اعمل اتفاقاتي النهائيه. يعني اعمل مؤتمر صحفي قبل المباراه باسبوع؟ لا مش باسبوع، انت هتتفق قبل الماتش باسبوع يا دكتور شيرين. طب يعني دلوقتي افرض احنا هيجينا الخبر الاكيد على المباراه كمان اسبوعين ثلاثه عشان وهعلنوا المؤتمر صحفي، يعني هل دلوقتي نستنى المؤتمر عشان المباراه؟ ما احنا هي لا انت عارف كنت عملت بقى المؤتمر الصحفي. أيوة. العنوان المؤتمر الصحفي لسرد. أيوة. تاريخ نادي الزمالك. لا قدمت الحاجات دي بشكل جميل جدا. احنا عندنا تسع بنود محددين، منهم واحده بس ما حددناش اليوم، ايه المشكله؟ ايه؟ احنا عندنا تسع بنود بتوع اللي هو فقرات المئويه، منهم اللي هو المباراه الكبرى مش حاددين اليوم، خلال 10 ايام. كل ده نقدم كل ده عشان اليوم من 10 ايام؟ ليه؟ لا مش يوم من 10 ايام. الميعاد دي رقم واحد، رقم اثنين. وانا هقول لك الميعاد. المنافس هيبقى مين؟ رقم ثلاثة. المنافس هياخد كام؟ يبقى الناس عارفه كل الترتيبات. مين ياخد كام؟ يعني ياخد كام؟ طبعا من التفاصيل الاتفاق واخد كام؟ طبعا. ليه؟ زي اي مباراه كبيره بتتعمل ما بين انديه، حاجات احتفاليه بيبقوا عارفين. الكلام ده لو احنا كنادي احنا المكفلين بتكاليف المباراه. احنا مش هندفع ولا ملايين. ما في شركه. شركه راعيه اللي هتدفع. وبقى هتجيبه بقى يعني ريال مدريد بيقولوا بياخدوا 2 مليون يورو. والله هم جابوهم بمليون يورو. جابوهم مليون يورو. يا ريت. مليون ونص. دي مش مشكلتنا. يا ريت. مفيش مشكله. اهو. طب انا مالي؟ بقول حاجه كويسه. بدل ما يجوا 2 مليون يجيبهم مليون. انا مالي؟ انت بتقول انت بترد على نفسك. انا مالي اقفل. هم مش عايزين هم اتعاقدوا معاهم مليون وربع، مليون ونص، وقالوا 2 مليون. ما يقولوا. انا مالي؟ احنا كطرف احنا مالنا بالظبط ايه؟ ازاي انت مالك؟ مش انت النادي اللي هيبقى فيه الاحتفاليه عنده؟ انا يوم النادي عايز ريال مدريد مانشستر يونايتد يجيبهم ببلاش. يجيبهم مليون ب 10 مليون. دي مش مشكلتي. طيب ماشي اوكي دكتور شيرين. انا اتمنى طبعا يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، نتمنى ان اي حاجه تكون في مقاولات نادي الزمالك تبقى بشكل كويس، تبقى في مكان يليق بنادي الزمالك. ان شاء الله هتكون باحسن شكل ان شاء الله. وكل الفقرات اللي قلت لك عليها هتتنفذ، وفي المواعيد اللي هي محطوطه. الميعاد الوحيد اللي مش محدد خلال 10 ايام هو المباراه الكبرى، وهتعلن يا كابتن كريم. طيب اوعى ما يكونش ريال مدريد او مانشستر. ايوه انت قلت ريال مدريد. انت عايز تلعب ولا ايه؟ انت عايز تلعب في المباراه؟ عايز العب. اخد شويه 5 دقائق كده في الاخر. طب هنزلك يا كابتن كريم. طيب ماشي. طيب بشكرك طبعا دكتور شيرين فوزي، عضو لجنه المئويه وعضو مجلس اداره نادي الزمالك. احنا طبعا المناقشه دي يهمنا انها تتعمل بشكل كويس، ما مش خناقه هي او مشاده او كلام، لا احنا عايزين الموضوع يتم بشكل منظم وبشكل كويس ويليق بحاجه اسمها نادي الزمالك ومئويه نادي الزمالك 100 سنه، حاجه مش قليله. نطلع فاصل ونرجع.